الاشتراك يقودون المجموعات الارهابيه ليس في ليبيا فقط، ولكن ليبيا اخذت رقم كبير جدا من الاعداد التي يتم جلبها، حتى ان هذه الاعداد بدات يعني مساله اضافه اعداد اخرى من التركمان من سوريا بدات مساله صعبه، فاتجه هؤلاء الاتراك الى تجنيد الاطفال، وسجلت لدينا الان يعني مجموعه من عمليات التجنيد التي تتم في هذه المناطق لاطفال دون سن الرشد ودون السن القانونيه ليقاتلوا في ليبيا. ايضا لاحظتم وتابع العالم موجود مرتزقه من اليمن، مرتزقه من الصومال، وهذا اكبر دليل على ان الاخوان هم من يقود العمليه في ليبيا وهم من يسعوا الى السيطره، وايضا يدل على ان هناك رفض في ليبيا في الداخل لهؤلاء الشباب الذين يلتحقوا، رفض شبابنا ولله الحمد الانخراط في الميليشيات، ومن كان منخرطا فيها تم القضاء عليه من قبل قواتنا المسلحه، ما بقي هو مجموعه من المرتزقه ومجموعه ايضا من الخونه الذين يقودون المشهد في طرابلس من حكومه الصخيرات. طبعا التوجيه المعنوي يتواجد عبر المفارز في محاور القتال بشكل يومي مع مرابطين مقاتلين، ويتواصل معهم بناء على تعليمات سيد القائد العام، وياتي طبعا هذا ضمن مجموعه برامج سيقوم بها التوجيه المعنوي، وتاتي بالتاكيد اهتمامات القائد العام وما يقوم به من دعم لمعنويات جنودنا ومقاتلينا الابطال، حيث صدرت التعليمات بان يتم تخصيص ضحايا لكل افراد القوات المسلحه المرابطين في الجبهات.